السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي قناة هادف، وانت بتشوف فيديو جديد من فيديوهات انشاء حملات اعلانية على جوجل ادورد للانشطة الخاصة بالخدمات المنزلية. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح حملة من الالف الى الياء، بس للمبتدئين، للناس اللي هي بتبتدي تجرب في المجال وبتحاول تشتغل لشخصها بعيدا عن اي شركات استثمارية، بعيدا عن اي شركات بتستغلك لانشاء حملات اعلانية. نقدر نساعدك في انشاء حملة اعلانية، نظبط لك الحملة بكل اعداداتها، نقدر ننشئ لك صفحة تعلن من خلالها زي صفحة الموقع كده، تعلن لك وفيها زر الاتصال وفيها كافة البيانات المطلوبة عن الخدمة اللي انت بتقدمها. ان شاء الله للاستشارات موجود رقم التليفون، تقدروا تتصلوا عليا ان شاء الله من خلال الواتساب، افضل لان الواتساب هيكون اسرع في الرد من التليفون العادي. نبدأ مع بعض ونشوف الخطوات لانشاء حملة اعلانية جديدة من الالف الى الياء بالخطوات الاساسية، وبعد كده نخش في مرحله تانية اللي هي المرحله الاحترافيه في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، لو حبينا نعدل او نطور في الحمله بتاعتنا او نبتدي نتابعها ونشوف النتائج ونحسن فيها لاقصى درجه ممكنه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بدخل على اداه تخطيط الكلمات الرئيسيه، بعد كده ننتقل الى مخطط الكلمات الرئيسيه، اكتشاف كلمات رئيسيه جديده. هنا بكتب المجال اللي انت عايزه، عزل خزانات، عزل اسطح، عزل مثلا بالرياض، عزل فوم، ممكن ايه تاني؟ هشوف كده في الرسائل انت بعت مجال. باعت في المجال، هشوف. تمام، هما دول. بعد كده اقول الحصول على النتائج. هيحصل ايه؟ هيبتدي يديك ايه هي الكلمات اللي الناس بتبحث عنها في هذا المجال. محدش بيكتب كلمات من دماغه، لان لو كتبت كلمات من دماغك كده انت ضيعت الحملة، محدش هيبحث على الكلمات بتاعتك ولا يحط فيها ايه اي فلوس. هتلاحظ ان الاسعار الايه الكلمات هي متفاوتة ما بين مثلا حد ادنى 21 جنيه لحد 80 جنيه سعر الكلمة الواحدة. في كلمات بتوصل مثلا من 32 جنيه لحد 108 جنيه، دي اعلى كلمات. شركة عزل خزانات بالرياض مثلا كلمة عليها معدل بحث عالي جدا من 100 ل 1000 عملية بحث شهرية. دي المتوسطات اللي بتظهر معاك. انا عايز كل الكلمات دي عشان استخدمها في الحملة عندك. فهعمل ايه؟ فهجيب تنزيل افكار الكلمات الرئيسية اهي. هيبتدي يعمل لي داونلود ليها، جاري اعداد التقرير وينزلها لي. طيب بمجرد ما ينزلها لي هينزلها لي في ملف اكسل داونلود عندنا هنا على الجهاز. هفتحها بعدين. هنتقل الى جزئية انشاء الحملة. هروح عند انشاء الحملة. هجيب حملات وهبتدي انشاء حملة جديدة. بعد كده العملاء محتملون، ما بشتغلش على المبيعات. ليه؟ اهو ارتياح نفسي. شبكة البحث. بعد كده المكالمات هاتفية. واضيف رقم التليفون اللي حضرتك بعته ونشوفه ونجيبه. حدد هنا المملكة. واضيف رقم التليفون. اتأكد ان هو مظبوط، مفيش قبليه مسافات، مفيش بعديه مسافات، الكلام ده. بعدين بقول له متابعة. بيبتدي يقول لي اسم الحملة ايه، فهنكتب اسم الحملة شركة النور اللي انت قلت لي عليها. بعد كده هنشيل شبكة البحث، مش عايزينها. عرض المزيد من الاعدادات، شوف في اعدادات تانية، لان كل شوية جوجل بتحدث حاجات هنا، هنا مش مديني حاجة. بعد كده البلاد المستهدفة، الرياض، بيديني هنا الرياض منطقة مكة، ولا الرياض بجيب منطقة دائرة عشان خاطر تديني مساحة كاملة للرياض بالكامل. بعدين بستبعد المنفوحة، فيها منطقتين، منفوحة الرياض ومنفوحة في حتة مش عارف اسمها حي ايه كده. استبعاد، بكتبها مرة تاني، بستبعد الايه المنطقة التانية. في منطقة تانية اسمها عسير، برضو نفس الكلام بنستبعدها. في منطقة تانية اسمها المصانع، بنستبعدها. دول مناطق الخطر. في التحديد الجغرافي بحدد الأشخاص اللي في الموقع، الاتنين دول، دي ودي. بعدين بحدد لغتين، عربي وإنجليزي. بعدين بدخل متوسط المبلغ اللي هننفقه في اليوم على الأقل 150 زي ما قلنا. وبعدين بحدد من هنا الاستراتيجية بتاعة الحصول على أكبر عدد ممكن من النقرات. تمام. بعد كده المفروض احط سعر نقر احتياطي، فانت خليه هنا 40 جنيه في الرينج ده، 40 ما بين 35 ل 40.
ممكن تخليه 35 و40، بس انت خليه في المتوسط 40 دلوقتي، ايه عشان يعلم معاك شويه ايه معدل الزيادات، طالما ان في معدل ضغط اليومين دول على عمليات البحث، فبالتالي بيدينا تكلفه اعلى عشان ما يسحبش فلوس كتير، يبقى خلينا في ال 40 جنيه في البدايه. بعدين بقول له حفظ ومتابعه. في طبعا مزيد من الاعدادات هنا بتديني المواعيد. شيل المجموعه دي واكتب النور للخدمات. هنا هنضيف الكلمات الرئيسيه اللي احنا جبناها. طب فين هي؟ الملف اهو، بمجرد ما عملت له داونلود بيظهر معايا تحت على الكمبيوتر، فانا هفتحه قدامك. ثواني اعمل كده، فتحت الكلمات المفتاحيه اهو، هبتدي اخد الكلمات دي كلها بقى كده. طبعا في حاجات مثلا عزل صوت في الرياض، عزل صوت الغرف في الرياض، عزل مائي ده ممكن ماشي، عزل الصوت، كل الحاجات اللي هي دي لازم ارجعها ابص عليها كده بصه عامه، اشوف الايه العزل اللي هو ممكن ما يناسبش الشغل بتاعي. شركة السفرات دي مثلا شركة مشهورة هنشيلها. هنشيل كل الحاجات اللي هي فيها ليها علاقة بكلمة صوت مثلا. هراجع كل الكلمات، هم حوالي 100 كلمة أو 200 كلمة، نبتدي إيه نراجعهم، نشوف مثلا حاجات اللي ملهاش لازمة، اللي ما تنفعش معانا، اللي ملهاش استخدام يعني. وابتدي إيه أعدل، كل كلمة ملهاش لازمة هحذفها، والكلمات المهمة بس هي اللي أخليها. فأنا أعدلهم وأرجع لك. كده راجعنا الكلمات وخدناها كوبي. بعد كده هنروح على الجوجل أدورد، ونبتدي نضيف الايه الكلمات المفتاحيه هنا، كليك يمين بيست. طبعا الكلمات دي مش مكتوبه بالطريقه اللي احنا المفروض نكتبها بيها، فاحنا هنشيل كل اولا الفراغات دي تشتال، وبعد كده هنعمل حاجه كده اللي هي ايه، نضيف الكلمات في حاجه اسمها المطابقه. تمام، المطابقه دي هنجيبها مش من هنا، نجيبها من جوه، بعد ما نخش جوه كده هنجيبها ان شاء الله. يعني على قد ما اقدر كده نشيل الفراغات دي، ملهاش لازمه مش موجوده، ما علينا. حفظ، مش هيضر وجودها بس ايه احتياطي. بعد كده هنا بيطلب مني ادخال بقيه نص الاعلانات بتاعه الحمله. اول حاجه هضيف الرابط، وبعد كده اضيف هنا نص الحمله اللي انا عايزه. هنا مش ههتم قوي بالرابط، فهضيف الرابط بتاعي لاي رابط موجود، مثلا في رابط انترو موجود عندي هضيفه لك، وبعد كده ارجع لك. هنضيف الرابط زي ما قلنا في الاماكن الخاصه بالرابط بالشكل ده كده، وبعد كده هنكتب الايه الجزئيه الخاصه بالعنوان نفسه. طبعا بكتب الكلمات المفتاحيه في العناوين اللي انا بكتبها. تمام، دي كبيرة فيبقى نشيل بس كده، نكتب هنا بقية الايه الوصف بتاعنا بجميع انواع العزل، زي مؤسسة النور للعزل. ممكن نشيل الشرطة دي نخليها على مباشر، عزل حراري، عزل مائي، عزل فوم، عزل اسطح، عزل ارضيات، عزل خزانات، عزل حوائط. بعد كده هنا برضو هكتب برضو وصف مشابه لكده بس شركة عزل خزانات بالرياض، عزل حراري، عزل جودة عالية وضمان، خصم مثلا 20%، عزل الأسطح بمواد العزل الأعلى جودة. ممكن دي ما جاتش. تمام كده، أهم حاجة أبقى كاتب قصة مش في الصياغة، يعني ما اقعدش اكتب كده مؤسسة النور للخدمات المنزل، الكلام ده ما حدش بيبحث عنه. اكتب الكلمات المفتاحية في صيغة الإعلان، سواء في الوصف الأول أو الوصف الثاني أو اسم النشاط التجاري أو العنوان الأول أو العنوان الثاني. ده مهم جدا، بيزود معدل الوصول بتاع الإعلان بشكل قوي. انتهى. حبيت أعمل إعلان ثاني بنشئ إعلان ثاني، بس خليها واحدة في الأول بجرب، وبعد كده أضيف واحد ثاني، وبعدين أضيف واحد ثالث براحتك، وبعدين أعمل حفظ، وبعد كده متابعة. بعد كده بدخل على جدول عرض الإعلانات وأحدد مواعيد العمل بتاعتي اللي أنا هضيفها.
من مصر هنا بخليها من 6 صباحا، اللي هي عندهم من 7 لحد 12 صباحا، اللي هي 12 صباحا بالليل يعني. ممكن بقى اقلل تبقى 10 تبقى 9 مش هتفرق يعني ايه، المهم ان انا يبدأ معايا من 6. بعد كده برجع على الاعلان وبختار الاضافات، هنا بيبقى قيد المراجعة لسه بيتم مراجعته، بختار الاضافات وابتدي بقى اشتغل على الاضافات. الاضافات 3 حاجات: روابط اقسام، وسائل شرح، مقتطفات منظمة. ممكن اضيف بقى عروض ترويجية او غيره مش مهم، بس خلينا في الثلاثة دول اهم حاجة: اضافة روابط اقسام، اضافة وسائل شرح، اضافة مقتطفات منظمة. نختار اضافة روابط اقسام، هيفتح لي 4 اقسام اللي هما بيظهروا تحت الاعلان، وده بيكبر مساحة الاعلان وبيدي معدل ظهور افضل. هضيف الرابط النهائي، لو ما عنديش الا رابط واحد بس يبقى هضيفه فين؟ في الروابط اللي هي التحتية دي، كل رابط كده هضيفه بالشكل ده كده، وبكتب الكلمات المفتاحية في أول وصف في أول سطر، لأن هي دي اللي بتظهر قدامك في الإعلان هنا. فهكتب مثلا هنا شركة عزل خزانات بالرياض، هنا شركة عزل أسطح بالرياض، هنا مثلا شركة عزل فوم بالرياض. ممكن اكتب هنا تحت حاجة تجذب الزبون كده في الرابط الرابع مثلا اسعار وارقام عزل، او خليها كلمة واحدة بلاش تكتب كتير، ارقام عزل بالرياض شركات، شركات مظبوطها، ارقام شركات عزل بالرياض. اتأكد من المسافات، اتأكد من الصياغة. بقية الكلمات اللي تشابه الكلمة دي اكتبها تحتها في الوصفين دول، كل واحدة تكتب تحتها اللي هي اللي انت عايزه. مثلا ده بتتكلم عن الخزانات، يبقى هنيجي هنا اتأكد بس ان المسافة دي مظبوطة ولا لأ. كده مظبوطة، شركة عزل خزانات بالرياض مثلا، عزل خزانات، خزانات هنا مثلا ممكن نقول تنظيف وعزل الخزانات بالرياض، او ممكن بدل تنظيف مؤسسة مثلا، مؤسسة عزل، خلينا هنا نكتبها عشان دي برضو كلمة هامة يعني بتيجي كتير. بعد كده شركة عزل اسطح، نكتب كده هنا مثلا عزل الاسطح او مؤسسة عزل الاسطح، هنا مثلا عزل فوم بالرياض، هنا مثلا عزل فوم بالرياض، نكتب تحتها عزل ارضيات مثلا، ممكن نكتب مواد عزل او اسعار عزل الاسطح، تمام كده. هنا نكتب مثلا اسعار مواد عزل خزانات مثلا، عزل خزانات، يبقى كتبنا كلمة عزل خزانات والاسعار موجودة في ايه، في كلمة واحدة. هنا نكتب هنا ارقام مثلا، رقم عزل خزانات، ممكن بالرياض ممكن ما اكتبش زي ما انت عايز. يبقى كده عملنا الايه، اضافات الاقسام، خلصنا اضافات الاقسام، هتلاقيها ظاهره هنا قدامك اهي بصوره واضحه. بعد كده بعمل حفظ بالشكل ده كده، قيد الايه، قيد المراجعه. طبعا ده على مستوى الحمله، ممكن يبقى على مستوى المجموعه بس، وانا بضيف الاضافه ممكن اعملها على مستوى الايه، المجموعه فقط، عشان ممكن لو عملت مجموعه اعلانيه تانية يبقى متغيره عنها. بالشكل ده كده هفتح واختار اضافة وسائل شرح. المقتطفات اسهل، اكتبها الاول اهو، اضافة مقتطفات. هنا لو عايز تعمل اي اضافة على مستوى الحملة او على مستوى المجموعة بختار من هنا كده، على مستوى الحملة او على مستوى المجموعة الاعلانية فقط، عشان لو عملت مجموعة اعلانية تانية هعمل لها اضافات خاصة بيها، يبقى خليها على مستوى الحملة لان هي حملة واحدة. اختار نوع الايه، المقتطفات دي نوعها ايه، بخليها الخدمات دايما، ممكن تخليها الخدمات، ممكن يا الخدمات يا العروض، يعني دي ماشي ودي ماشي اللي يعجبك فيهم. بعد كده هنا بكتب القيم اللي هي ايه، الخدمات اللي هي مثلا على الاقل طبعا بتضيف 5 الى 10، الموضوع مش بالكتره، الموضوع بالكلمه الحيويه اللي انت بتكتبها. ايه الخدمات اللي انا بقدمها؟ بقدم عزل الخزانات ماشي، وبقدم خدمه عزل الاسطح، وبقدم خدمه مثلا عزل فوم، وبقدم خدمه عزل مائي وحراري، وبقدم مثلا كلمة عزل مثلا مسابح،
يعني الخدمات اللي انت عايز تقدمها. عايز تضيف تاني ممكن تضيف لحد 10، بس هي زي ما قلت لك مش بالكتر، المهم الكلمات المفتاحية الأساسية حفظ. بعد كده بضيف وسائل الشرح. ايه هي وسائل الشرح؟ هي الكلمات المفتاحية المركبة بعدد كبير، يعني باخد الكلمات المفتاحية كوبي واضيفها عندي هنا، بعمل بقى فتح كده للايه الكلمات ديت، هات لي مثلا حوالي 20، كل ما تضيف اكتر هم اقصى حاجة 20، كل ما يكون كويس، يعني ممكن نخليها 15 ماشي، 20 ماشي، زي ما يعجبك حسب الايه النشاط بتاعك. فهجيبها منين؟ من الكلمات المفتاحية اللي احنا نزلناها. ممكن مثلا في العزل هنا ابتدي اجيب ايه معلم عزل اسطح مثلا، كنترول سي، واروح عند الحملات بتاعتي واعملها هنا، اجيب مثلا كلمة تاني عزل الخزان العلوي مثلا، كوبي كل الكلمات اللي انا ممكن اتوقع ان هي ايه يتعمل بحث عليها فيظهر الاعلان بتاعي، افضل عزل مائي للاسطح، كل الحاجات اللي انت تتوقعها يعني، وابتدي اضيفها. هفضل اضيف بقى في ايه اهو كده بالتدريج كده كام كلمة، زي ما قلت لك من 15 ل 20 كلمة، دي كلمة طويلة شوية فممكن اشيل كلمة بالرياض. تمام، هكمل انا وارجع لك. عملنا حوالي 14 او 10 حفظ. طبعا انا مش ما بكررش كلمات لان كلمات العزل قليلة شوية فما بكتبش كتير فيها. كده انت عملت الاضافات بتاعتك والاضافات كلها قيد المراجعة، فاضل لنا تعديل الكلمات الرئيسية. اروح على الكلمات الرئيسية وابتدي اختار تعديل، اعلم على الكلمات كلها واحدد عددها واعمل تعديل واختار تغيير انواع المطابقة، واخلي الكلمات الرئيسية بتاعتي الى مطابقة العبارة، مطابقة العبارة، واقول له تطبيق، حول لي كل الكلمات الى مطابقة العبارة. تلاحظ الكلمات هنا ظهر قدامها كلمة مؤهلة ومؤهلة يعني مقبولة. بعد كده هشيل ايه السيرش ده كده مش محتاجه، كده الكلمات عندي اتظبطت، هتلاقيها بين علامتين تنصيص اهيت مظبوطة كده تمام التمام. عندك كده اضافاتك، عندك كلماتك، فاضل الكلمات السلبية، دي الكلمات اللي انت لو العميل بحث عليها ما يلاقيكش في الموضوع ده فانا مش هستخدمها دلوقتي، دي بتظهر معاك في الحملة في النظرة العامة على الحملة، لما الحملة تشتغل يقول لك والله الكلمات اللي ظهرت كذا وكذا وكذا وكذا، فممكن تشيلها من الايه من الكلمات، تكتبها في الكلمات السلبية. يبقى كده جميع الايه الاعدادات تمت، الاعلان قيد المراجعة، الاعلان اتصل فقط اهوت، والعوازل او الاضافات ظهرت معاك بالشكل ده كده تحت الاعلان. تمام، ده بالنسبة للحملة. كده يعتبر انت عملت اعداد كامل للحملة بصورة قوية جدا. بتابع دايما بقى ايه، بتابع المقترحات اللي بتجيلي، هيجي لك اشعار هنا في حاجه اسمها المقترحات. تمام، بيظهر لك الشكل العام فيه، عايز تضيف كذا، تعدل كذا، تعمل الشبكه، تعدل في الاعدادات نفسها بتاعت الحمله، مثلا تجيب حاجه خاصه بنقرات، اسعار، اي حاجه من الحاجات دي. تمام، احنا حددنا كده السعر وحددنا النقره. بالتوفيق ان شاء الله.